السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريم ناصر العجمي، مديرة الابتكار والتطوير المهني، مؤسس لبرنامج المريض المعياري في مركز المحاكاة وتنمية المهارات في جامعة الأميرة نورة بالرياض. في البداية أود أن أشكر الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث المهم، وهو أسبوع المحاكاة الطبي الدولي المقام من 14 إلى 20 سبتمبر 2020. كما أخص بالشكر لبروف عبد العزيز بوكر وكذلك جميع القائمين بالجمعية على جهدهم وعلى دعمهم المستمر. اليوم راح أتكلم لكم عن موضوع جدا مهم في المحاكاة الصحية ولا غنى عنه، وهو برنامج المريض المعياري Standardized Patient Program. اليوم إن شاء الله سيتم إطلاق منصة خاصة بالمرضى المعياريين عن طريق الجمعية، وهو الموضوع اللي راح نتطرق عليه اليوم. أعطيكم نبذة بس من هي ريم وليش هي اليوم جاية تتكلم عن الـ SP وليش نحكي عن البرنامج وأهميته. أنا مؤسس لبرنامج المريض المعياري في مركز المحاكاة وتنمية المهارات في جامعة الأميرة نورة والقائم عليه. تم اختياري مؤخراً في الانترناشنال كوميتي الـ ASP، وكذلك كنت متحدث في المؤتمر المقام الفيرتشوال اللي كان قبل تقريباً شهر في أمريكا، وكذلك مدرب معتمد في الملاج الطبي وإنستركتر في الرياض ملاج تيم، عضو في الجمعية السعودية للمحاكاة، سيرتيفايد في الـ TOT الميديكال فيلد ناشونال والإنترناشونال اللي هو تدريب المدربين. شاركت في العديد من الفرضيات والعديد من المحافل المحلية والدولية. What is the standardized patient program? It's a program provides student, resident and physician opportunity to explore the process of patient-doctor communication, learn clinical and physical examination, and gain value experience with the SPs in safe environment. طبعا هذا المهم وهذا الهدف الأساسي للبرنامج تبع المريض المعياري، أنه تدريب الطلاب والممارسين الصحيين في بيئة آمنة. Who's the standardized patient؟ من هو المريض المعياري؟ طيب احنا عرفنا البروجرام أنه يوفر أنه تدريب في بيئة آمنة، طب من هو الـ SP؟ Is a person carefully recruited and trained to take the character of a real patient. هو شخص جدا عادي يتم تدريبه وتوظيفه ليأخذ دور المريض الحقيقي. To give opportunity to the student to learn and to be evaluated on learn skill in simulation clinical environment. وهذا هو المهم. الـ SP هو بيعطيني صفات المريض الحقيقي، بيلبس كاركتر المريض، بيعطينا نفس تصرفات المريض، طبعا يكون مدرب قبلها بوقت. طبعا لكل شيء له بداية. قصة هذا البرنامج وبدايته لطيفة جدا. البطل حقه هو دكتور هاورز. دكتور هاورز بدأت القصة في الستينات، هو من لوس أنجلوس، هو نيورولوجيست من ساوثرن كاليفورنيا يونيفرسيتي. طبعا مهمة الدكتور كان مسؤول انه يلقى بيشنت عنده مرض عصبي، وانه كمان خضع لعدة فحوصات قبل. ليش يبغى يلقى هذا البيشنت؟ عشان امتحان البورد في الطب النفسي والعصبي. طبعا هو التقى بسام، هذا سام خضع للعديد من الفحوصات، شارك معهم سام في الامتحان، بس لاحظ مدير قسم الأعصاب لما سوى الجولة على المرضى المتطوعين، يعني يبغى يشوف قديش هم تحملوا الفحوصات وتحملوا الممتحنين، راح سأل سام لقى أنه ما عنده مشاكل بكل الإجزام ولا الممتحنين إلا طبيب واحد. الطبيب هذا كان عدائي جداً وسوى له فحص غير مريح، قال له دكتور بس أنا هذا الطبيب العدائي أنا ضبطته مرة،
سأله رئيس القسم، قال له أنه شلون ضبطته؟ قال له أبداً، أنا وضعت البمسكي على القدم الأخرى وغيرت النتائج كلها الحسية عشان يرسب. طبعاً دكتور هاوردز طبعاً ما زعل من سام ولا عصب منه، بس قاعد يفكر يقول أنه سام كان يمثل وفعلاً أتقن التمثيل، فبدأت في باله فكرة. فعام 1963 صار يدرس نموذج لتصوير العلامات وأعراض وتاريخ مريض شلل نصفي مصاب بتصلب الويحي المتعدد، كما طور قائمة مرجعية للمرضى ودربهم. طبعاً الدكتور هاورد عجبته الفكرة وبدأ يطبقها بالمستشفى ويدرب الطلاب، ولكن المجتمع والصحافة بدأوا يتكلموا وكثير بدأت تطلع مقالات أنه هل صارت هوليود في الميديكال سكول، وكثير أشياء تكلمت عليه وكثير جاء لغط على هذا الموضوع. طبعا في عام 1972 في ولاية أريزونا، دكتورة باولا طبيبة أطفال بدأت تستخدم المرضى المعياريين لتوحيد معايير الأمهات، وذلك بتوحيد القوائم المرجعية بشأن المحتوى، ولكن إنها بدأت ترى أن الأداة التي تستخدمها لتقييم الطلاب لا تفي بالغرض، فقامت بتطوير قائمة خاصة بها باستخدام المرضى المعياريين، ووضعت مرجعية منظمة للمقرر لإعطاء التغذية الرجعية بعد كل دورة تدريبية. To the Ology Collide أو تصادم اللاهوت كان بين دكتور هاوردز وباولا. دكتور هاوردز كانت منهجيته هي الإصلاح الطبي وبحث عن بدائل، تفكير سريري بدمج التعليم المعرفي مع الخبرات العملية، وكذلك التغذية الرجعية الفيدباك باستخدام المرضى المعياريين. دكتور باولا كانت تستخدم الأسبي في تحسين الأساليب التعليمية التقليدية، السلوكيات الملموسة والمهارات الأساسية، أدوات الملاحظات والمنظمة والقوائم المرجعية باستخدام المرضى الحقيقيين كمدربين. طبعاً هو في أواخر السبعينات هذه الشخصيتين بدأوا يتصادموا كثير في كثير من الاجتماعات، دكتور هاورد وباولا. كان أي أحد يشوفهم يقول كأنه هم زوجين قاعدين تهاوشون، فما كانوا يعرفون أنه هم أصلاً مكملين لبعض، أنه منهجية الاس بي اللي انتهجها دكتور هاورد ومنهجية الاس بي اللي انتهجتها دكتور باولا هي حتكون تكاملاً بين نهجين، ما في فرق بينهم. بعد تجربة دكتور هاورد وباولا في استخدام المرضى المعياريين، نجح نجاح باهر في تدريب الطواقم الطبية على مرضى افتراضيين. بدأ الميديكال كونسلينج اوف كندا باستخدام الاس بي في عام 1993، وكان هو كان أول مجلس طبي كندي يستخدم المرضى المعياريين في امتحانات الترخيص. كذلك قدمت اللجنة التعليمية لخريجين الطب الأجانب امتحان تقييم باستخدام المرضى المعياريين في عام 1998 لاختبار المهارات السريرية لخريجين الطب الأجانب. أيضاً أصبح مهم استخدام المرضى المعياريين في الـ USMLE Step 2 Clinical Skills Exam، وأصبح الاختبار هذا إلزامي للحصول على الترخيص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية لكل من خريجي الطب الأجانب وطلاب الطب الأمريكيين. طبعاً راح أسلط الضوء على حاجة مرة مهمة. Standardized Patient هي الأمبريلا للسيميليتد بيشنت والاكشوال بيشنت. السيميليتد بيشنت هو اغلب الناس بتستخدمهم اللي هم as well person trained to simulate a patient illness in standardized way، والاكشوال بيشنت
هو patient حقيقي. We train them to present his illness in standardized way. ففي فرق. أغلب المراكز اللي لها محاكاة تستخدم simulated patient. الأكشوال patient يستخدمون ولكن في limitation. Why we use LSP nowadays? First, allow students to practice and improve their clinical and conversational skill for an actual patient encounter. Second, ensure that they are exposing a variety of cases. Third, allow to direct comparison of training clinical skill. Also can be useful for the physician extender by sparing physician time. Scores in SP encounter reflect the real differences in clinical performance. Also, SP commonly provide feedback after encounters from a patient perspective. جدا مهم وجود SP لأنهم بيعطوا التغذية الرجعية للphysician مما يساهم في رفع العملية التعليمية ككل. Educational advantage. الأدفانتج للstudent والresident طبعا تواجد SP بشكل دائم ومتوفر، تقليل القلق النفسي عند الطلاب بالتعامل مع المرضى، إعطاء التغذية الرجعية اللي هي الفيدباك، كمان حيكون فوكسينج على learning performance. هنا نقطة جدا مهمة أنه المعلمين أو الأطباء بيركزوا على outcome والlearner performance مو على knowledge أكثر من هو performance نفسه. طبعاً حيشوفوا الactive of the learning أو of the learner sorry، وكمان they can teach the sensitive topic and examination through the SPs. The advantage for educational program or curriculum reinforces and documents curriculum goals, provide the feedback about teaching effectiveness, require and emphasize define objective performance, also force a critical look at the curriculum نفسه, allow to assess overview curriculum ككل. What is the advantage for the faculty? The faculty, they can control the content and complexity of the scenarios or the case. Also, they can time-consuming instruction and assessment of basic skills provides reliability experience for all the student. راح يعطيهم نفس التجربة، كل ال student راح يتدربوا على نفس الكيس بنفس المخرجات على نفس الحالة بالضبط، فمعناها انه كل مخرجات ال student سوف تكون كلها بنفس الليفل. Also, they can provide the quantitative feedback about the student performance with skills. هذه صورة كاريكاتير حبيت أشارككم فيها. إنه actually you are the second patient if you are count that the kid were in mid school. إنه أنت أول patient حمسكك بعد ما تدربت على الجثث، فأكيد أنه البيشنت خايف، فعشان كذا أنه يكون فيه اللي هو الأسبيز المرضى الافتراضيين أو نسميهم المرضى المعياريين، which is much better أنه هم يتدربوا الستودنت عليهم أكثر من البيشنت الحقيقيين بالمستشفى للسلامة المرضى، ضمان سلامة المرضى. تجوا تقولوا لي طيب ريم أنت من اليوم تحكي لنا برنامج حلو، البرنامج افكتيف للكريكولوم للفاكولتي للستودنت، طيب اوكي كل هذه ادفانتج، اكيد اني حتطرق على الديس ادفانتج للبروجرام. اول شيء الديس ادفانتج لهالبروجرام اتس اكسبنسيف، لانه الاس بيز راح يجوا بمقابل مادي، وكل رول لهم له مقابل مادي معين. كمان انه في احيان نواجه انه ليميتيشن انه بتواجد الاس بيز في الوقت اللي يبغاه الدكتور. صحيح ان هم متواجدين في الداتابيز حقتي، ولكن يكون في ليميتيشن في تواجدهم مثلا لفتره 8 ساعات او لفتره 6 ساعات في الوقت واليوم اللي يطلبه الدكتور.
التايم انفستمنت ان تريننج، وقت التدريب للاس بيز كمان، لانه يحتاج وقت وجهد مضاعف، احيانا لا يتناسب مع الفاكولتي او للدكتورز او لكان الاس بي نفسه. The variability in learning experience provided to students. Plus, من واقع خبرتي مع الـ SPs، أحياناً الـ SPs يجون للـ training بس يناسبهم، ولكن في يوم الامتحان ما يقدروا يكملوا الفترة كاملة، أو أنه الـ SP يقدر يجي وقت الامتحان بس ما يقدر يجي وقت التدريب. راح أتطرق لاستخدامات الـ SPs، الـ SP roles. Teaching and evaluation، كمان clinical skill assessment، history، physical examination والadvanced physical examination، specific skill assessment like blood pressure، OSCE، communication inter professional skills، كمان breaking the bad news، medication side effect، والسيكاتريك كيسز ديزاستر دريل. This patient program at PNU was started in November 2015. Nowadays we have in our SP bank more than 500 trained standardized patients between senior and junior. طبعا عندنا تقريبا 150 males و 400 females، الرينج للعمر بين 18 و 60. هذا زي شيء بسيط حاب أشارككم فيه about our achievement at SSDC. زي ما أنتم شايفين 2016, 17, 18, 19 numbers للSP قاعد يزيد. فإحنا عندنا في 2016 كان عندنا 66 SPs، في 2017 233، بعدين 225 في 2018، و398 في 2019. So in total فيها على مدار الأربع سنوات استخدمنا 922 SP. النمبر الستودنت المستفيدين في 2016 كانوا 900، وبدأ يزيد النمبرز إلى 2000 وإلى 2776 في 2018، وصل في 2019 إلى 5306. So in total خدمنا فوق 10,000 student واستفادوا من البرنامج. لو بجي عن أتكلم عن الـ SP working hours، في عام 2016 تقريبا they provide me 233 ساعة. في 2017 بدأ يزيد الـ numbers إلى 1115، ثم أصبح إلى 1147 في 2019، وصل إلى 1412 ساعة مختلفة طبعاً بين الهيستوري والفيزيكال والأدفانس. إن توتل في الأربع سنوات خدموا الأس بي ما يقارب اللي هو 3907 ساعات. طبعاً هذه الإفورتس والمجهود كله لخدمة المنشأة الصحية، لإخراج طلاب وطالبات على مستوى جدا عالي. وكمان استخدمنا الـ SPs في الـ Disaster Drill، وراح أتطرق لهذا الموضوع في أثناء المحاضرة. ولكن Where should I start؟ طب أوكي أنا أعرف البروغرام حلو والـ SP، كيف أنا أبدأ كمنشأة؟ أنا Simulation Center، أنا أبغى أبدأ البروغرام. How should I start؟ How you can start your SP in your institution. أول شيء طلب. التارجت جروب، مين هم التارجت جروب؟ هل هم undergrad, postgrad؟ Policy and procedure. You need to start your program with write your policy. Recruiting the SPs. General orientation for the new SPs. ولكن remember, if you are using your SPs, when you start use them in simulation scenario, first you oriented them, use them in training
اللي هو history or physical doesn't matter but don't use them immediately للأوسكي. أوكي لين يصيروا متمكنين بعدين نستخدمهم في الامتحانات. تقولوا لي ليش؟ أنا من واقع خبرتي في هالخمس سنين الاسبي أداؤه في الامتحان يكون على أعلى مستوياته في البداية وبدأ يبدأ يخف 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 يخف. فإذا ما كان متمرس أو يعني على مستوى جدا عالي وانت واثق منه أو أنت واثقة منه أنه هذا الاسبي راح يعطيكم جميع المخرجات متساوية لأنه هاي ستيك إكزام. الأوسكي أحيانا تكون مرحلة مصيرية في حياة الطلاب فلازم يكون الاسب متمكن جدا. فأنا دائما دائما encourage everyone to use الاسب في الترينينج بعدين بيدخلهم على الامتحانات. طبعا أنا تكلمت لكم عن السينيور اسب والجونيور. الجونيور اللي هما الاسب ان هاوس، هذا البرنامج أسسته في 2018. It's a part of the standardized patient program الأساسي، هو جزء من البرنامج الأساسي واتس لانشد أنه في ديسمبر 2018. طبعا it's a unique program designed لل PNU student only لإعطائهم المساحة والمجال ليكونوا جزء لا يتجزأ من الدورة التعليمية كاملة ويكونوا جزء فعال في المحاكاة الصحية. أوكي طبعا هم البارتيسيبنت هذول مطالبين بالسكيلز اورز فوي بروفايد ذم بسيرتيفيكيت وانه از ا بارتنرشيب عندنا في السيميليشن. كثير بنات استفادوا من هذا البروجرام. تقريبا في البروجرام عندنا تقريبا 220 او اكثر من هذا الرقم بقليل. الستودنت البنفيت اللي وجدوها على الصعيد الشخصي كثيرة جدا. من أهم الأشياء اللي وصلتني وكانوا يعطوني فيدباك فيها أنه صارت ثقتهم عالية، صاروا يقدروا يتعاملوا مع جميع أنواع المرضى، صاروا يشرحوا لأصدقائهم أنه كيف المفروض يتعاملوا مع البيشنت، صار أكثر وعي وأكثر مهنية وعلى مستوى عالي جدا. فاعتمدوا في الجامعة involve their student. طبعا هو خاص بطالبات جامعة الأميرة نورة لأنها جامعة نسائية فيصيروا البنات they train with each other plus أنه ما توقعت أنه حينجح زي نجاح الSP program. الSP in-house يعتبر أول برنامج في السعودية أنه معمول لجامعة متخصصة للبنات. الختام أحب أشكر الجميع على وقته وإتاحة الفرصة لي. أحب أشكر الجمعية والقائمين عليها لإتاحة الفرصة لمشاركتكم جزء بسيط من خبرتي في المرضى المعياريين. طبعا هو بحر طويل. يمكن اللي حضروا لي محاضرات أو أنه شافوا لي لقاءات أو شيء بيشوفوا قديش أنه عندي باشن في هذا البرنامج والمرضى المعياريين بالذات، لأنه أنا لمست المخرجات من هذا البروجرام كيف إحنا بنكون كمجتمع واعي طبي تعليمي على مستويات عالية جدا. الاسبي مش بروجرام، انا قاعد اخرج طلاب وطالبات على مستوى عالي تقليل اخطاء طبيه وافيد المجتمع فيها. اي اسئله تحبوا تسالوني اياها عندكم الاكاونت تبعي في تويتر انه ريم ناصر 33 او على تويتر الجمعيه. احنا نرحب بكل الاسئله. تقدروا على الحسابات المتوفرة وإن شاء الله راح أجيب على كل أسئلتكم اللي تجي في بالكم. وفي أشياء ما أسعفني الوقت أني أتطرق لها في البرنامج لأنه بحر كبير، بس إن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاء في مؤتمرات وورش عمل ثانية. وإن شاء الله أشوفكم على خير. مع السلامة.